والله يا اخوان والله اسعد لحظه في حياتك وان تقرا القران. انت تقرا القران وتتماعز القران كمصعب بن عمير هذا الصحابي الجليل. اسال الله العلي القدير رب العرش العظيم ان تعيشوا بالقران وان تتخلص اخلاق القران وان نكون امثال مصعب ابن عمير رضي الله تعالى. اللهم اغفر لجميعنا هذا ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من اهل القران واجعلنا من خاصه القران. اللهم اجعلنا ممن يعلم بالقران. اللهم اجعلنا ممن يسمع القران. اللهم اجعلنا ممن يتفهم القران. اللهم الهنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله. باسمكم جميعا العاملين في معهد تحفيظ اندونيسيا نتقدم بالشكر الجزيل الى طيب الذكر ابو صلاح الانصاري على ما يبذل من جهود في خدمة كتاب الله. نشكره ونسأل الله تعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء. يقدم ويدعم يساند بكل ما يستطيع هذا الرجل. نسأل الله تعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء ونطمئنه أن ما يرسله يقع في خدمة كتاب الله. وبارك الله فيه وفيكم جميعا على ما تقدمون لخدمة كتاب الله.